من طعام خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي وحبيبكم، نبي ونبيكم، رسولي ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم في برنامجكم من طعام خير الأنام، وموضوع حلقة النهاردة عن فاكهة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف بها المسلم ويصف بها المؤمن. هذه الفاكهة التي كان يصف بها المسلم أو المؤمن هي الإترج. ويقول الحديث الشريف: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والإترج هو عبارة عن نبات يشبه ما بين البرتقال والليمون والجريب فروت. هذه النبتة فعلا ريحتها طيبة ولونها طيب وشكلها طيب وطعمها طيب، وده المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بيصف به المسلم. الإترج من الأغذية القرآن النبوية الجميلة، وليه فوائد كثيرة جدا 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 هنقولها. بس احنا قلنا في الحلقات السابقة ان احنا مهم جدا نلاحظ بعض الحاجات على البشرة قبل ما نبدأ تنفيذ برامجنا، لأن البشرة بتعبر عن كل المشاكل اللي بتدور داخل جسمنا. يعني نستطيع عن طريق الوجه نقدر نكتشف كل الأمراض اللي جوانا، اللي جوه الجسم والناتجة عن سوء التغذية. قلنا الآية الكريمة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. الآية دي احنا واخدين الجانب التشخيصي فيها. العينين واللسان والشفتين، قلنا العينين نستطيع ان نشخص عن طريق العينين الكوليسترول والترايجليسرايد، والكبد، ونقدر نشخص حتى الناس اللي عندها التهابات في الكلى نقدر نشخصها عن طريق العين. وقلنا اللسان والبقع اللي موجوده في كل منطقه فيه بتمثل ايه بالنسبه لجسم الانسان. النهارده هنتكلم عن الشفتين. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شفتين علشان نعرف نقفل على اللسان، لسان واحد وشفتين عشان نقدر نتحكم فيه وما نتكلمش غير بحساب، محابس ربانية طبيعية. ولكن هاتين الشفتين هما يعبران عن صحة الإنسان تعبير غير عادي. من طعام خير الأنام. في علم قراءة الوجوه بيقولوا ان لون الشفايف لو كان بيميل للون الازرق يبقى الشخص ده جسمه مش واصل ليه كمية اكسجين كويسة. معنى كده ممكن الشخص المدخن نلاقي شفايفه لونها بيميل للازرق لانه بيخلي الاكسجين اللي بيدخل الجسم قليل جدا. عشان كده مهم ان احنا نبدأ نعمل برامج للتنفس ولطرد الهواء الزفير من الصدر. انتوا عارفين ان احنا بنتنفس بتلت الرئة فقط، عشان كده لازم من النهاردة نبدأ برنامج التنفس عن طريق البطن. التنفس عن طريق البطن يقينا من 70% من أمراضنا. التنفس عن طريق البطن ده أحد البرامج اللي بنملى بها الرئتين والبطن كمان هواء. هذا عملية الامتلاء بتعمل تدليك للأعضاء الداخلية في جسم الإنسان. الشفتين إذا لقينا لونهم أزرق يبقى لازم نبدأ فورا برنامج امداد الجسم بالاكسجين، لان الجسم هنا هيكون فيه خلل. النقطه الثانيه، لو لقينا بقعه سوداء على الشفه من هنا يبقى المعده بتاعت الشخص ده مش سليمه وفيها ممكن يكون فيها التهاب او فيها قرحه او فيها حموضه زياده. لو لقينا بعض الناس يطلع لها الدم الاحبايه في زاويه الفم يبقى نعرف ان القولون بتاعه مش نظيف وفي تلوث ويحتاج الى تنظيف. لو لقينا في الشفه من تحت بقعة سوداء يبقى الأمعاء بتاعت الشخص ده مش نظيفة، ممكن يكون عنده قولون عصبي أو قولون تقرحي أو أي مشاكل في القولون. حتى تغير لون الشفايف بيدلنا على حاجات كثيرة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. خلي بالكم من وجوه إخوانكم وأحبائكم وبناتكم وأبنائكم
وزوجاتكم. من طعام خير الأنام. موضوع النهاردة عن الإترج اللي هو بيضرب به المثل للمؤمن، ريحه طيب وطعمه طيب. الإترج غذاء ودواء في نفس الوقت. الإترج من الأغذية القرآنية اللي ممكن نستخدمها كأغذية وأدوية في نفس الوقت. لو حد عامل كيكة والكيكة دي كانت دسمة جدا وعاوز نسبة الدسومة اللي فيها أو نسبة السعرات الحرارية اللي فيها ما تكونش زيادة جدا، بناخد القشر بتاع الإترج ده نعمله مبشور ونحطه مع الكيكة، بيقلل كمية السعرات الحرارية اللي داخلة فيها بشكل كبير جدا وبيديها نكهة وطعم جميل جدا. الريحة بتاعت الإترج أو اللي هي فصيلة الحمضيات دي من الروائح التي تزيل الاكتئاب. لقوا أن ريحة البرتقال وريحة الليمون وريحة الإترج من الروائح المزيلة للاكتئاب. تخيل أنت بتدخل بيت معطر بعطر الليمون أو عطر الإترج أو عطر البرتقال، فورا يزيل الاكتئاب. فوإحنا بنقشره هذه الزيوت العطرية بتطلع تزيل الاكتئاب من من عند الشخص ده، وفي نفس الوقت تخلي ريحة البيت جميلة جدا. الغلاف الداخلي للإترج اللي هي القشرة البيضة السميكة دي الآن يصنع منها كبسولات لتخفيض الكوليسترول في الدم، لأن ليها قدرة عالية جدا على تنزيل الكوليسترول، فهي لوحدها من الحاجات اللي بتخفض الكوليسترول في الدم. بناخدها مع قشر الرمان لعلاج مشاكل في المعدة. حتى اللب الداخلي بتاع الإترج بنعتبره مكنسة للبطن، مكنسة كاملة للبطن. في ناس كانت بتعمل من الإترج ده نوع من أنواع المخلل، لأن القشرة بتاعته بتكون سميكة شوية، وده بيغنينا عن بعض الأغذية اللي بتستخدم زي الموشي والكوشي في الماكروبيوتيك، وهي أغذية مفيدة جدا. لقوا أن قشر البرتقال أو قشر المخلل الليمون المخلل ده أو قشر الإترج من الحاجات الجميلة جدا ومناسب جدا لمرضى ضغط الدم المنخفض. ولقى الفلاحين زمان كانوا بيخللوه وبيعملوه نوع من أنواع المخلل، طعمه جميل جدا وفاتح للشهية بشكل كبير جدا وشكل رائع. الإترج العصير بتاعه من العصائر الجميلة جدا اللي ممكن لو خدنا منه كوباية كبيرة ونضيف عليها نص كوباية مية يعتبر من المشروبات اللي بتخفض الوزن وليها تأثير قابض على تأثير قابض في الأمعاء. تعالوا معنا نبدأ نجرب نستخدم الإترج في معظم وجباتنا وفي معظم أكلاتنا. القشر بتاع الإترج نفسه لو عملناه مبشور وحطيناه مع السلطة ثبت علميا أنه بيخفض الكوليسترول. كل شيء في هذه الفاكهة النبوية مفيد جدا، وكل شيء فيها يعتبر غذاء ودواء في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يعتبر من الأشياء اللي بتدي الأكل بتاعنا نكهة جميلة جدا. عاوزين النهاردة نعمل كيكة قليلة الدسم. هنعمل الكيكة بتاعتنا من طحين الشعير بدل طحين القمح، وممكن نحط نسب متساوية من طحين القمح وطحين الشعير وطحين الذرة، وكانوا زمان بيعملوا فطيرة الذرة، وهي دي من الفطائر الجميلة جدا وطعمها رائع جدا وليست لها أي أضرار كبيرة في رفع الوزن. ممكن نبدأ عمل فطير الذرة بس بنحط فيها مبشور قشر الإترج، وهنشوف هذه الوصفة الجميلة والنكهة الجميلة والطعم الجميل. نبدأ به الأكل بتاعنا. من طعام خير الأنام. النهاردة الوصفة بتاعتنا أو نوع الحاجة اللي بنتكلم عليها النهاردة أو الغذاء اللي بنتكلم عليه الطبيعي اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن أو حاجة طبيعية موجودة عندنا هو الإترج. الإترج ده في ناس مش تعرفه وفي ناس عارفاه. الإترج ده هو حاجة ما بين اللارنج وما بين البرتقال، يعني ما بين اللارنج وما بين البرتقال، وهو شبيه للارنج وشبيه للبرتقال في الشكل. طبعا هو بيعالج حاجات لذيذة قوي. النهاردة احنا عملناه بطريقتين. هو ممكن يتعمل مع الدقيق بتاع الشعير، بنجيب دقيق شعير، دقيق الشعير ده ممكن نضيف عليه دقيق ذرة وممكن نضيف عليه دقيق قمح.
لما نضيف عليه دي قدره ودي قمح مفيش مشكله، بس اهم شيء ان احنا بنحط الاترنج ده، بنحط البشر بتاعته جوه. ليه بقى بنحط البشر بتاعته جوه؟ لان وجود البشر بتاع الاترنج ده جوه الكيكه اولا بينزل السعرات الحراريه الموجوده، بيساعد على نزول السعرات الحراريه، فدي بالنسبه للكيكه. فاحنا هنقول الكيكه دي عملناها ازاي. احنا جبنا بنعمل كيكة عادي خالص، بس بنجيب الدقيق بتاع الشعير، ممكن نضيف عليه دقيق ذرة، ممكن نضيف عليه دقيق قمح. واهم شيء ان احنا بنضيف جواه بشر الاترنج ده، الاترنج ده اللي هو ما بين البرتقال وما بين اللارنج. طبعا هو بينزل نسبة السعرات الحرارية الموجودة في الكيك. جبنا الكيك طبعا، عملنا كيك عادي خالص وضفنا ليها البشر بتاع الاترنج. في حاجة كمان لذيذة قوي قوي قوي، بيعالج حاجة جميلة جدا. احنا عملنا فطيرة، الفطيره دي اللي عملناها برضو عملناها من دقيق الشعير. الدقيق اللي احنا عملنا بيه ده عملنا بيه الفطيره، عملناها عادي خالص وعملناها بالزبده والسمنه مفيش مشكله. اولا رشينا عليها البشر بتاع الاترنج. ليه البشر بتاعه؟ اولا الريحه بتاعت البشر بتاعته ده بتعالج الاكتئاب. كمان الفطيره دي بتعالج حاجه ظريفه قوي، وجود الاترنج ده معاه بتعالج مرضى ضغط الدم المنخفض. يعني اللي عنده ضغط دم منخفض بيظبطه له، بيطلعه له لفوق. هنقول يعني معنى كده ان الناس ما تاكلش فطير؟ لا، مش بنقول الناس ما تاكلش فطير، الناس تاكل فطير، بس احنا بنقول وجود الاترنج ده وجوده بيعالج مرضى ضغط الدم المنخفض، لان في ناس كتير قوي عندهم هبوط في ضغط الدم، الضغط ممكن يكون واطي شويه فلازم يعلي. في ناس بقى بتجري تاكل مخللات وترش وحاجات زي كده بتزود، لكن هو الاترنج ده زي ما قلنا في الفطيره اللي احنا عملناها نمره واحد بتضيع الاكتئاب، لان ريحته جميله جدا عطره، يعتبر من الزيوت العطره. الحاجه الثانيه ان هو بيعالج امراض ضغط الدم المنخفض. ان شاء الله في حلقات جايه كتير وحلقات فاتت كتير تكونوا استفدتوا وتستفيدوا من الحلقات اللي جايه، واشكركم جدا وان شاء الله الاقيكم في حلقات اخرى باذن الله. من طعام خير الانام.